يقول إمام في بلدنا يقول إن لآدم أب وأم وهما شبه إنسان، سؤاله هل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟ هذا كلام باطل. آدم ليس له أب ولا أم، خلقه الله من تراب. أما حواء فإن لها أبا وليس لها أم، لأن الله خلقها من آدم عليه السلام، خلقها من أب بلا أم، وسائر بني آدم من أب وأم. المسيح عليه السلام من أم بلا أب. هذه أصناف الخلق، منهم من خلق بلا أب ولا أم وهو آدم، ومنهم من خلق من أب بلا أم وهي حواء أم البشر، ومنهم من خلق من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، ومنهم من خلق من أم وأب وهم سائر البشر. فهذا الذي يقول هذه المقالة إما أنه جاهل فيبين له ويتراجع عن هذا القول، وإذا تراجع تصح إمامته، فإذا أبين له ولم يرجع فهذا لا يصلى خلفه، لأن هذا إلحاد وتكذيب لله عز وجل. الله يقول خلق آدم من تراب، وهذا يقول خلق من أب وأم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النظرية التي تقول بأن الإنسان كان قردا في الماضي ثم تحول إلى إنسان، كذلك هذا إلحاد وتكذيب لله عز وجل، هذا تكذيب لله. الإنسان ما هو أصله قرد، الإنسان أصله خلقه الله من تراب، خلق آدم هو أصل الإنسانية، خلقه من تراب، وهذا موضح في القرآن في آيات كثيرة. فهذا الملحد يكذب القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد من تغير في الكون في يوم القيامة، هل هو في وقت واحد أم يتفاوت الوقت بين كل آية وأخرى؟ الله أعلم، هذا من الغيوب المستقبلة التي لا يعلمها إلا الله، ونحن لا نتكلم فيها إلا بدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث أن سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر. منجية. هي المنجية من عذاب القبر. نعم. يقول كيف تكون كذلك وقد ورد في حديث آخر أن في القبر ضمة، أن في القبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ؟ غير الضمة، غير العذاب، غير عذاب القبر. الضمة هي أول ما يدفن الإنسان، أول ما يدفن الإنسان فإنه يضم في القبر، أما العذاب هذا بعدها والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى إن عليكم لحافظين، هل لكل إنسان ملائكة كثر أو ملكين؟ الإنسان معه ملائكة حفظة عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومعه ملائكة معقبات يحفظونه، واحد من أمامه واحد من خلفه، يحفظونه من الأخطار ومن الآفات إلى أن يشاء الله أن يقدر عليه الإصابة فيتخلى عنه الملك. نعم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومعه ملك قرين يأمره بالخير، ومعه قرين من الشياطين يأمره بالشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من خلف في بيته طبق الدش هل يجري عليه إثمه بعد الموت؟ بلا شك، إذا كان هذا الطبق يجر على أهل البيت شرورا ومناظر خبيثة فإن إثمه على من نصبه وجاء به وعلى من استعمله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ لا أصل لهذا، ليس من آداب التلاوة قول صدق الله العظيم. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل: وإذا فرغت فقل صدق الله العظيم. هذا مما اعتاده بعض الناس وهو ليس له أصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الأعذار التي يعذر، أو ما الأمراض التي يعذر فيها الإنسان عن حضور الجماعة؟ وهل هناك حد يجب أن يصل إليه المرض قبل أن يعتبر هذا الشخص من أهل الأعذار؟ فمثلا المصاب بالزكام هل يعتبر مريضا فيعذر عن حضور الجماعة؟ المرض الذي يعذر به هو المرض الذي يتأثر إذا خرج للمسجد، يتأثر به إذا خرج إلى المسجد، ويزيد عليه المرض بسبب خروجه، يتضاعف عليه المرض، أو أن المرض يعجزه، عنده عجز جسمي، يعجز عن المشي ويعجز عن الركوب. الأعذار تختلف والأمراض تختلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما المقصود بفهم السلف؟ نعم. يقول: ما المقصود بفهم السلف للنصوص؟ واضح، مقصود أن السلف رحمهم الله فهموا النصوص على مراد الله ومراد رسوله، وفهموها على حسب ما ورد القرآن، تفسير القرآن بعضه لبعض، أو ما ورد في السنة من تفسير القرآن، أو ما ورد من تفسير الصحابة. ففهم السلف مبني على أصول، على هذه الأصول، هذا فهم السلف مبني على هذه الأصول. نعم، ليس مبنيا على الفكر كما يقول المفكرون، لا، مبني على أصول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول السائل: أصابته عين وأكد يقول لي أحد الرقاة، يقول: أصابتني عين وأكد لي ذلك أحد الرقاة، فقد كنت أعمل وأحب عملي، ولكن الآن لا أستطيع أن أذهب إلى العمل ولا أحبه، فما نصيحتكم لي لإزالة هذا المرض؟ عليك بذكر الله عز وجل، عليك بذكر الله والإكثار من الورد في الصباح والمساء، تلاوة القرآن. وإذا كنت تعرف من أصابك بعينه فإنك تطلب منه أن يغتسل لك، يغسل سراويله، ويصب عليك هذا الماء، وهو أيضا يبرك عليك، يدعو لك بالبركة، وتشفى بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: قرأت في بعض كتب آداب طلب العلم أن يجلس الطالب في مجلس شيخه جلسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكئ ولا يمد رجله في مجلس شيخه، ولا يتكلم في مجلس شيخه، وأن من تكلم في مجلس الشيخ فإنه لا يفلح. يقول: هل هذه فإنه لا يفلح، فهل هذه كلها آداب صحيحة لا غلو فيها؟ نعم، من آداب طالب العلم في عند شيخه أن يحترمه أول شيء، أن يحترم الشيخ ويوقره، وأن يتأدب معه، ويحسن السؤال، ويستمع ويتلقى من شيخه بأدب وعدم حركة وعدم، وأن لا يجلس جلسة الإنسان المتكبر، يجلس جلسة الإنسان المتعلم مع معلمه. وآداب طالب العلم ولف فيها مؤلفات، منها ما ألفه الحافظ
الخطيب البغدادي في آداب العالم والمتعلم، ومنها ما ألفه الإمام ابن عبد البر، وغير ذلك في هذا الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المشاريع الخيرية التي يكون لها أثر طيب بعد موت الإنسان لأنفق فيها ولأساهم بها. نعم. يقول: المشاريع ما المشاريع الخيرية التي يكون لها أثر طيب بعد موت الإنسان ليجري عليها أجره؟ مشاريع كثيرة الخيرية، منها بناء المساجد، هذا من أعظم المشاريع، منها الأوقاف الخيرية، الصدقة الجارية، منها العلم النافع الذي يخلفه الإنسان في طلابه وفي مؤلفاته، علم ينتفع به، منها سقايات الماء للمارة وللدواب وللحيوانات يحتاجون الماء، كثيرة الشريعة الخيرية كثيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من نصيحة للذين يعارضون زواج البنت الصغيرة ويقولون إن في ذلك ظلم لها؟ الظلم منعها من الزواج، هذا هو الظلم. أما من يقول تزوج بكفء صالح لها، هذا هو العدل والرحمة بها. فالظلم هو منع المرأة من حقوقها الشرعية وإعطائها الحقوق القانونية الطاغوتية، هذا هو الظلم في الحقيقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: خالي مقيم في أوروبا وهو يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج. نعم. يقول: خالي مقيم في أوروبا وهو يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج، لكنه يواجه بعض المشاكل من حكومته، فقد اتهمته بأن له علاقة بالإرهاب، وقد حققوا معه فلم يجدوا عليه سبيلا. سؤاله: الحاصل أنه إذا ذهب إلى مكة ستعود له التهمة مرة أخرى، فله ظروف لا تسمح له بمغادرة بلده، هل يجوز أن أحج عنه علما بأن لديه المال والقدرة الصحية على قيامه بالحج؟ العذر الذي يبيح التوكيل في الحج والعمرة هو العذر الذي لا يرجى زواله، كالكبر والهرم أو المرض المزمن، هذا هو الذي ينيب من يحج عنه الفريضة. وأما العذر العارض الذي يرجى زواله، هذا ينتظر، الحمد لله ينتظر، فإن تمكن حج، وإن لم يتمكن وتعذر عليه الحج فإنه يناب عنه في الحج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أستطيع أن أعمل عملا بيني وبين الله سبحانه لا يعلمه حتى الملائكة؟ الله جل وعلا قال: يعلمون ما تفعلون، لم يستثني شيئا، لكن أن تعمل، ولا الملائكة ما تمنعك من الإخلاص يا أخي، الملائكة ما تمنعك من الإخلاص، بل تحثك على الإخلاص وتعينك عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قراءة أذكار طرفي النهار بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العشاء؟ طرفي النهار يعني العصر، البكور والآصال، البكور يبدأ من طلوع الفجر والآصال يبدأ من زوال الشمس، فإذا زالت الشمس دخل ذكر الآصال، تذكر إما عند بعد الزوال، وإما بعد الظهر، وإما بعد العصر، وإما بعد المغرب، وإما بعد العشاء، كله من المساء يا أخي، والبكور من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، كله وقت لذكر الآثار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم حلق الشارب كله بالموس؟ يكره لأنه يشوه الوجه، والشارب يجز، الذي ورد في الأحاديث أنه يجز، أنه يجز جز الشوارب، وأنه يحفى يعني يقص ويبالغ في قصه، لكن ما يحلق لأن هذا يشوه الوجه ويكره حلق الشارب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الوارد في حديث ابن عباس، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال بعد كل صلاة سواء كانت نفلاً أو فرضاً، أم هو خاص بصلاة المكتوبة؟ الصلاة المكتوبة، أنت لا تدع يا معاذ إني أحبك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة، يعني الفريضة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اختلف العلماء هل يقوله في آخر الصلاة، دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام، أو يقوله بعد السلام، والأمر واسع، إن قاله بعد السلام فهو دبر، وإن قاله في آخرها فهو دبر. إلا أن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون كونه في آخر الصلاة أفضل، لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، إذا أردت أن أتزوج من أناس ولكن أبي يريد أن أتزوج من غيرهم، ولكن أبي يريد أن أتزوج من أناس غيرهم، فهل أطيعه في هذه الحال؟ وهل يكون من البر إذا أطعته في ذلك؟ نعم، إذا كانت المرأة التي يريدها والدك امرأة طيبة امرأة صالحة فأطع والدك في هذا، وهذا من البر. وإما إذا كانت المرأة لا تصلح فلا تطع والدك في هذا بشيء ما يصلح لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لديه والدة وعندها مرض في الأعصاب وتغضب على كل شيء، والمصلحة تقتضي عدم إخبارها بالصدق في بعض الأمور، فهل يعد هذا من الكذب؟ لا، ليس من الكذب، هذا من الرفق بها، هذا من الرفق بها، ارفق بها ولا تخبرها بشيء يثير أعصابها، ارفق، لا تقول لها إلا شيء سار وشيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الملكان اللذان يكتبان الأعمال يكتبان ما ينويه الإنسان من خير أو شر؟ الله جل وعلا يقول يعلمون ما تفعلون، هذا ظاهره أن يكتبون الفعل الذي يحصل، وأما النوايا في القلب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أتابع المؤذن ذات مرة، فلما انتهى قلت مباشرة اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، فقال لي أحد الإخوة إنني أقول اللهم صل على محمد ثم أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، فهل هذا صحيح؟ هذا هو الصواب. نعم، بعدما يفرغ المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما المقصود بكنتم؟ هل انتهت هذه الخيرية لأن هذه الكلمة تدل على الماضي؟ لا، هذه في الأمة إلى أن تقوم الساعة، الخير في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. وكنتم يعني صرتم خير أمة، صرتم خير أمة، ما هم معنى كنتم في الماضي، بل صرتم خير الأمم، وهذه الخيرية ملازمة لهذه الأمة ولله الحمد، لا يدرى الخير في أولها أو في آخرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسمع عن بعض من حضرتهم الوفاة أنهم يلقنون الشهادة ولا يستطيعون أن ينطقوا بها، فهل هذا دليل على كفرهم؟
الله أعلم. المهم لا تشيع هذه الأمور، أن فلان قيل له كذا وأبى أن يقول، لا تشيعوها، اتركوها والله يتولاهم. نعم، أنتم لقنوهم لا إله إلا الله، إن قالوها فالحمد لله، وإن قالوا غيرها أو لم يقولوها فلا تشيعوا عنهم هذا الأمر، أنه لا مصلحة فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على الإنسان صيام كفارة شهرين متتابعين، نعم، إذا كان على الإنسان صيام كفارة شهرين متتابعين ودخل عليه شهر رمضان، فهل يكمل بعد رمضان الشهرين أم يعيد من جديد لأنه قد قطع التتابع؟ لا يقطع التتابع، صوم الواجب لا يقطع التتابع، وفطر الواجب أيضا لا يقطع التتابع. فطر الواجب في العيدين والحائض والنفزة هذا لا يقطع التتابع، يبني على إذا زال المانع يبني على ما سبق ويكمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يقولون لا يقطعه فطر واجب ولا صوم واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تحضر إلى الدروس العلمية في المساجد وهي تأتي مع السائق ثم تذهب معه إلى البيت بدون محرم وهي لوحدها؟ هذه خلوة، هذا ما يحتاج محرم لأنه ليس سفرا، لكن هذه خلوة، ولا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، سواء في السيارة أو في غير السيارة، هذه خلوة لا تجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أقرضت مالا لصاحبي واتفقنا على أنه يعيد هذا المال بعد عام، وهذا الأمر منذ 4 سنوات ولم يعد لي مالي وهو عاجز عن إرجاعه، يقول هل علي زكاة في هذا المال؟ وهل يجوز أن أعطي زكاة مالي لصاحبي هذا ليرجع لي الدين مرة أخرى؟ الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، إن أسقطته عنه فهذا أحسن، وإلا أقل الأحوال أنظره. وأما الزكاة فلا تجب فيه زكاة حتى تقبضه، لأنك لا تدري هل يأتي أو ما يأتي، فإذا قبضته فزكه عن سنة واحدة فقط. وأما إعطاؤه من الزكاة، من زكاة مالك، من أجل أن يسدد لك، فهذا لا يجوز، هذه ما تصير زكاة، ما تصير زكاة، لأنها سترجع إليك، أنت ناويها ترجع إليك، لا تكون زكاة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.